طب تعال نشوف قرعة بطولة أفريقيا كده وتقول لي رأيك فيها وحظوظ المنتخبات. طبعا هنركز على منتخب على مجموعة منتخب مصر، لكن خلينا نشوف رأي كابتن سعيد كمان في بقية المجموعات ومين ممكن يكون قريب من التأهل فيها. المجموعة الأولى عندنا ساحل العاج، عندنا نيجيريا مجموعة نارية ومعاهم غينيا الاستوائية ومعاهم غينيا بيساو. طبعا دي شبه محسومة محسومة ولا ايه؟ طبعا الفريتين طبعا. مين كوت ديفوار في الأول ولا نيجيريا ولا نيجيريا وكوت ديفوار؟ نيجيريا الأول. نيجيريا الأول. مجموعة بي أو المجموعة الثانية عندنا مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق. مصر وغانا طبعا مفيش كده. مصر وغانا. إن شاء الله. مجموعة سهلة نسبيا بالنسبة لنا صح؟ إن شاء الله. يعني ولا موزمبيق ممكن تعمل معانا مشكلة؟ لا هو إن شاء الله مش هتبقى فيه مفاجآت بإذن الله تعالى. إن شاء الله مش هتبقى فيه مفاجآت. المجموعة الثالثة عندنا السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا. لا السنغال والكاميرون طبعا. السنغال والكاميرون طبعا الفريقين التوالي. المجموعه الرابعه عندنا الجزائر بوركينا فاسو وموريتانيا وانجولا. الجزائر ومين قلنا الاولى؟ معانا بوركينا فاسو وعندنا موريتانيا وعندنا انجولا. انجولا فرقه كويسه كمان ممكن انجولا فرقه كويسه. بوركينا فاسو على فكره مش وحشين لكن مش لكن الجزائر اشرس. ممكن احنا قلنا بوركينا فاسو. انت قلت انجولا او وانا قلت لك بوركينا فاسو. انجولا والجزائر. انجولا والجزائر. طيب المجموعه الخامسه جروب اي عندنا تونس، عندنا مالي، عندنا جنوب افريقيا، عندنا ناميبيا. في ثلاث فرق كويسين جدا بصراحه. أيوه. يعني ثلاث فرق جمال حتى كرتهم جميله. جنوب افريقيا فرقه كويسه جدا. السنغال طبعا ده حاجه وتونس طبعا. لا السنغال بره المجموعه دي. احنا تونس ومالي. تونس مالي جنوب افريقيا ناميبيا. تونس ومالي ادي فرقتين. احنا قلنا ثلاثه الاثنين لاعبين مين؟ وجنوب افريقيا وجنوب احنا احنا قلنا الثلاثه دول. الثلاثه دول ناميبيا بره الحسابات شويه. يعني خد بالك مالي فرقه تقيله قوي. يعني انا اتفرجت على الفرقه دي. اتفرجت على ماتشات وديه كتير. الثلاث فرق بصراحه اقوياء. يعني مالي طول عمرها عندها منتخب قوي جدا بس ما بيعرفش سكه البطولات. يعني هنقول الاقرب ممكن نقول تونس ومالي. تونس الاقرب. 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 والمجموعه الاخيره المغرب والكونغو الديمقراطيه وزامبيا وتنزانيا. تنزانيا لا مش ما اظنش لكن المغرب طبعا رقم واحد لان المغرب عند منتخب يعني منتخب كبير منتخب تقيل جدا يعني. تاخد معاها كونغو ولا زامبيا؟ والله انا يعني ممكن الكونغو او زامبيا وان كان يعني خد بالك الكونغو فرقه كويسه جدا. لكن الكره الافريقيه مع بعض ما تقدرش تقول مين يكسب لان الاثنين المستويات متقاربه. طيب النتائج في علم يعني بتاعت ربنا طبعا محدش يقدر يقراها، لكن في النهايه في مؤشرات لمين المنتخبات اللي رايحه تنافس في البطوله دي. صحيح. من وجهه نظرك مين اقوى المنتخبات المرشحه؟ خليني اوصل معاك للمربع الذهبي. ده مربع ده انت هتنقي كتير. ده احنا عايزين مربعين. لا مش انا هم اربعه انت تختارهم. اقوى اربع منتخبات في افريقيا في الوقت الحالي تقلي في منهم يعني السنغال اسم او اسمين ما فهمش نقاش. يعني انا اولا اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى مصر. اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انت عندك السنغال فرقه جامده جدا. احنا اللي بيميزنا في البطولات دي الحاله المعنويه وحاله الروح اللي اوقات كتير بتعوض المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده فنيا يعني. صحيح. لكن تهالي منتخب مصر لما بيتجمع ويبقى بطوله مجمعه بيعرف يشحن بطارياته كويس. والله كلامك محترم. غير لما تجيبهم كل شويه من هنا ومن هنا ومن هنا. ده مركز ده مش مركز ده مشغول باله بناديه ده مشغول ببطوله مش عارف ايه. لكن لما بيتلموا كده في بطوله مجمعه بتفرق معاه. على فكره في حاله كده بتحصل. انا بحب اجي معاك عشان انت بتحضر. والله بجد يعني انت عايز اكون قاري اللي احنا نقوله. لو احنا حتى جينا من ايام الكابتن حسن شحاته بنيجي على الماتشات الوديه بس بيبقى شكلنا وحش جدا. لكن في اي بطوله مجمعه من ايام الكابتن جوهر الله يرحمه. ايوه. حتى من ايام بوركينا فاسو لو انت فاكر احنا اخذناها واحنا كل يوم كانوا بيستعدوا ان هم يشيلوا الشنطه. ايوه. منتخب مصر لما بيتجمع في مكان بيتحملوا المسؤوليه وبيظهروا بشكل كويس. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. طيب. مصر. مصر. السنغال. كاميرون. كوت ديفوار. مع احترامي الكامل لكل الفرق الموجوده. مصر. السنغال نيجيريا كاميرون. واستبعدت منتخب المغرب رابع العالم. انا بص انا دي وجهه نظري. دي وجهه نظرك. انا اصلا خد بالك انا الفتره اللي فاتت دي بتفرج على ماتشات وديه كتير. فيمكن الماتشات مصر والسنغال كاميرون وكاميرون ونيجيريا ونيجيريا. حتى كوت ديفوار صاحبه الارض والجمهور استبعدتها. وارد وارد كل حاجه. ايوه وارد كلها. ما احنا عملنا بطوله هنا وخرجنا. وارد. أيوه. وارد ممكن ده يبقى ضغط عليه ايجابي او سلبي. افضل اربعه شايفهم هم مش افضل. احنا بنقول احنا بنقول افضل لكن في منتخبات ثانيه قويه. ما احنا احنا قلنا احنا عايزين اربعتين مش اربعه. تمام نحط اربعه انت زنقتني في اربعه فهعمل ايه. تمام كابتن سعيد.